مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق ديال عبد اللطيف، لعدد كبير من المغاربة تبعوا القصة ديالو كيتكلم بحرقة انطلاقا من الواقع اللي كانت السبب ديالنا باللقاء به، اللي هو الحريق اللي تعرض ليه المنزل ديالو. وكذلك اكتشفنا أمور أخرى في عبد اللطيف والمستوى ديالو بطبيعة الحال، والظروف والقضاء والقدر اللي ما عنده عليه هروب من بعد ملي وقع عليه المرض، مرض السرطان، غير ما هو أسوأ. مشاهدينا الكرام، الرزق ليس في المال، إنما الزوجة الصالحة فهي رزق. معايا أمال 40 سنة، الزوجة ديالو شريكة ديالو في الحياة، تتحمل المسؤولية في الأبناء، كتقوم بالواجب، شهادة الجميع والجيران والمقربين كذلك. من بعد الواقع عملي طاح عبد اللطيف، ولا مريض وما تيقدرش يخدم، مشات لسوق الشغل وبدات كتضحي باش تكمل المسار. الا ان اليوم تفاجأ هي بهذا الحريق اللي ما كانش هي في المنزل. تبعوا معايا. امال عاودي لي شنو اللي وقع في المنزل، عاد نشوف معك امور اخرى. انا اليوم مع ديك 3 ولا 3:30 كنكون خارجه، كنمشي نخدم. ملي مرض الزوج ديالي وليت كنخدم، شعلت العافيه في داري، راجلي كيبان لي الدخان، كيعاود لي بالله هز ولدي وخرج. وجاو الناس بداو كيطفيو العافيه، وصلت العافيه حتى للكاتريام ايطاج. الناس اللي في البروميير ايطاج خرجوا من الناس عامل الشراج، ما قدروش يهبطوا في الدروج بكثره الضبابه اللي كانت في الدروج. ولاد الدرب هرسوا البروميير ايطاج وهبطوا الجيران اللي فوق مني، انا في السفلي. مني عيطوا لي، جيت لقيت الزنقه عامره، البومبيه، الدنيا كيحسب لي ولدي مات. حيت انا عارفه راسي مخليه ولد عنده 3 سنين. الوليدات الاخرين في المدرسه، عندي الوليدات الكبار في المدرسه، عارفه ماشي وقتهم اللي غيكونوا في الدار. جيت كنجري كنقول لهم راجلي باقي حي، ولدي حي، كيقولوا لي راهم حيين. انا باش غدا نتاكد بان راجلي حي دوز التليفون، دوا معايا، قال لي راه كندير الاكسجين في لوبيتال. ولدي ما دواش معايا، صافي. ملي جيت جارتي بدات كتبكي، وانا نقول مادام كتبكي راه ولدي مات. صافي بقيت كنغوت، قلت لها انس مات. واش انس؟ قالت لي لا. قلت لها علاش كتبكي؟ قالت لي غير بقيتي فيا، الحاله اللي انت فيها وزادك هم اخر بقيتي فيا. صافي ديك الساعه هزتني جارتي وهزيت ولدي من عند الجاره، ومشيت لحقت على راجل السبيطار، لقيته باقي كيديروا لي الاكسجين معاه، كان مخنوق، هو اصلا ديجا عنده سرطان. الله اللي عالم بالحاله ديالنا. دار العمليه الاولى، حيدوا ليه داك العين ديال الركبه اللي كنطوي بها الركبه، حيت تقاست بالمرض. قالوا له داروا لي حديده، ولات رجلو فيكسيه ما كتطواش، قالوا له خاصك دير بروتيز. قلناها الناس المحسنين تعاونوا معنا، عندنا 4 مليون حاطينها في البلاكار، داتها العافيه كامله. يعني خصنا نديروا واحد البروتيز ب 6.5 مليون جامعين منه 4، كلاتو العافيه. ما بقاش فيا الفلوس لان ربي كبير وكاين. مشاهدينا الكرام، كما قلت في السابق، زوجة صالحة، مجموعة من المعلومات تكلموا معنا فيها الناس على الأخت أمال التي تضحي بالغالي والنفيس من أجل هذه العائلة، وهي الآن تدرف الدموع لأن الأمر ماشي هين. الحريق اللي وقع اليوم قبل منه كان المرض ديال عبد اللطيف. اش نقول لك أختي؟ والله ما عرفت اش نقول لك، ولكن ربي كبير. الحمد لله على كل حال، الحمد لله. هاد العافيه ملي كانت الحمد لله، كاينه البوطه وداك الشيء ما تفرقات لا بوطه لا البوطه، بقات هي في بلاصتها. الشارجور عندي راه باقي بيض كيشعل، يعني ما كناش كنشارجيو وما حتى شي حاجه. بريز تفرقع، ما عرفناش السبب ديالو لحد الساعه، ما عرفناش شنو هو السبب الحريق. المهم حاجه اللي متاكده منها ان لا شارجور لا بوطه عندهم دور في هذا الحريق، شنو الله اعلم. حتى التلفازه ما كانش مشعوله، ما كاينش، الله اعلم. ما عرفتش واش كاين مشكل، واش كاين خلل في الاسلاك الكهربائيه، واش حيت حنا نورمال مساكنين في السكن الاقتصادي، والناس اللي جاوا عندي كيشوفوني كيبقيت كيقولوا لي علاش ما عاودتيش لانستالاسيون ديال الدار، لان حنا كنا عاودناها، لان داكشي اللي كاين دايره الشركه ماشي مزيان. انا نظرا للحاله ديال الزوج ديالي يعني الظروف ديال يعني الماده قليله، ما عاودتش لانستالاسيون. هادشي اللي كيقولوا لي الناس، كيقولوا لي ما عاودتيش، راه هذا وقع لك هذا المشكل، هذا الاسلاك الكهربائيه هي سبب هذا الحريق اللي وقع لي في الدار ديالي. وانا دابا انا غير عند جيران. في الاول كنت باركه في الزنقه،
ولكن الجيران حنوا فيا ودخلوني دابا عندهم. ملي شافوا الظلمه ظلامه دخلوني انا وليداتي عندهم، والصراحه قالوا لي باتي عندنا مرحبا بك، ولكن غدا غيبيتوني، بعد غدا غيبيتوني، فين كيفاش غندير انا في هاد الدار انا وليداتي؟ ما عرفتش كيفاش غندير. الله يوفقك يا ربي. مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا كلام كيألم صراحه، كما قلت في السابق سواء في الفيديو الاول ولا في المقدمه ديال هذا الفيديو، هاد العائله محافظه طيبه، الهدف ديالهم الاسماء يربيو هاد الوليدات وفق المستطاع، الا ان القضاء القدر له راي اخر. مشاهدينا الكرام، عبد اللطيف ضاغط به الدنيا، ما حيلت الوضع الصحي ديالو ومقبل على عمليه، الاموال اللي جمع مشات ليه في الحريق، الزوجه الحمد لله هي خرجت تخدم تنوب عليه بطبيعه الحال باش تكمل الحياه، وهذا ان دل على شيء انما يدل على انه امراه صالحه ومراه مغربيه حره. مشاهدينا الكرام، غادي نوضع رقم الهاتف ديال عبد اللطيف والزوجه ديالو، الله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع، كل من ساهم مع العائله اجره محسوم على الله. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.